هذا المعرض بعنوان ترانيم. ترانيم هو عبارة عن 20 عمل، معظمه بالألوان الزيتية، بخامة الألوان الزيتية. هذا المشروع هو تجسيد للموسيقى في اللوحة التشكيلية. يعني يمكن أنا عشان مغرم شوية بالموسيقى التصويرية، الموسيقى المرتبطة بمشهد، بتابع يعني حتى بحب الموسيقى اللي بتتخلل لمشهد، لأن أنا بشوف أمامي مشهد تشكيلي، موسيقى ناطقة بتعبر عن المشهد هذا حتى لو كان صامت، بتفسر لك المشهد. فأنا حبيت أترجم هذه الشغلة للون، ومنها أعمل إسقاط على أعمل في اللوحة بعد إنساني، أعمل تحكي من خلاله همك، قلقك، فرحك، ألمك، أملك. كما هو معروف إنه الموسيقى معنى مجرد يعني، بس أنا حبيت أخلي فيها أرسم عازفين، أخلي فيها ليش؟ أخلي فيها بعد إنساني أكتر. يصير في حوار ما بين الإنسان والآلة اللي ماسكها. هذه التوأمة الروحية ما بين الفن التشكيلي والموسيقى أنا حبيت أجسدها، يعني حبيت أظهرها في العمل، بحيث لو أنت يعني تشوف اللوحة وتقرأ ما فيها، يعني تشوف ترجمة الموسيقى تشوفها لونيا، إنه رغم كل الألم اللي بنشوفه إنه في أمل، في موسيقى، في فن، في غنى، في ألوان، في لوحات. أنا بتمنى لوحاتي تقتنى برا في متاحف عالمية، في أشارك في مشاركات عالمية أكتر. يعني في بس يعني بتصل رسالتك أكتر وأوسع وأشمل، بتوصل همك، بتوصل هم بلدك، تعبر عن ذاتك، تعبر عن 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 عن, عن ألمك، عن أملك، وعن عن نفسك من خلال عمل فني الكل يفهم. معرض تنانيم هو برنامج المنح والإقامات اللي بتقدمه شبابيك دائرة الفنون البصرية للاتحاد العام للمراكز الثقافية، واللي بيجي أصلاً بدعم من مشروع نماء واستدامة من مؤسسة عبد المحسن القطان. هذا البرنامج انخلق لتوفير بيئة داعمة وحاضنة للفنانين، بحيث أنه تترك لهم مساحة آمنة لتقديم إبداعاتهم، وكمان بنفس الوقت بنحاول نوفر مواد ومتطلبات الفنان ليكون أقدر على تقديم إبداعاته وتقديم أعماله الفنية، وفي نفس الوقت بنحاول نشكل المشهد البصري، نعيد توجيهه، بحيث أنه نخلق أعمال فنية ذات بعد إنساني ووطني اللي يتقدم للجمهور المحلي والدولي والإقليمي بنفس الوقت.